المقاومة في غزة تخوض اشتباكات ضاربة ضد الاحتلال وابو عبيدة دمرنا 28 آلية خلال ساعات السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس مساكم بالخير عندنا سحب على 100 جوال 14 برو ماكس وسحب على 100000 الف جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورة شراب وتكتب تم في التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة خلال 24 ساعة فقط ابو عبيدة يعلن حصيل الخسائر الفادحة على جيش الاحتلال اعلن ابو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الزراعة العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس امس الاثنين تدمير 28 اليه عسكريه اسرائيليه كليا وجزئيا في كافه محاور القتال في قطاع غزه خلال 24 ساعه الماضيه، ولا ابو عبيده تمكن مجاهدو قسام خلال ال 24 ساعه الاخيره من تدمير 28 اليه عسكريه كليا او جزئيا في كافه محاور القتال في قطاع غزه، واستهدفت القوات الاسرائيليه المتوغله في اماكن التمركز والتموضع بقذائف المضاده للتحصينات والعبوات المضاده للافراد، واشتبكوا معها من مسافه صفر، ووقعوا فيها قتلى بشكل محقق، واضاف كما تمكن مجاهدو قسام من دك وتحشيدات العسكريه بقذائف الهون من العيار الثقيل وجار رشاقات صاروخيه مكثفه نحو اهداف متنوعه وبمديات مختلفه الى داخل الكيان الصهيوني وكان سرايا القدس العسكريه لحركه الجهاد الاسلامي في فلسطين اعلنت الاثنين قصف موقع كرم ابو سالم وقاعده أميتهاي التابعه لجيش الاحتلال الاسرائيلي برشقات صاروخيه مركزه المقاومه في غزه تقود اشتباكات ضاربه ضد الاحتلال وبعبيده دمرنا 28 اليه خلال ساعات فقط أعلن الناطق العسكري باسم كتائب قسام أبو عبيدة أمس الاثنين تدمير 28 آلية عسكرية كلياً وجزئياً خلال ال 24 ساعة الماضية في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأضاف أن مجاهدي القسام استهدفوا القوات الصهيونية المتوغلة بقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد، واشتبكوا معهم من مسافة الصفر وأوقعوا فيها قتلى، وتابع أنهم دقوا التحشيدات العسكرية بقذائف الهون من العار الثقيل. والجار شقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة بمدايات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني، وأكدت كتاب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال في هجوم استهداف دبابة في منطقة الفلجة شمالي قطاع غزة. أبو عبيدة اشتباكات محدودة بين كتاب القسام وإسرائيل نتيجة لخرق الاحتلال للهدنة شمال غزة. أعلن المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة عن حدوث احتكاك ميداني واشتباك محدود بين الكتائب وقوات الاحتلال الإسرائيلي. نتيجة لخرق الاحتلال للهدنة شمال قطاع غزة وأشار أبو عبيدة وفقاً لمناقلات وسائل الإعلام الفلسطينية تعامل مجاهدون مع هذا الخرق ونحن ملتزمون بالهدنة طالما العدو ملتزم بها وندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال وقصف بالمدفعية أطراف مخيم الشاطئ وغرب مدينه غزه بالمدفعيه. في اول ايام الهدنه الاضافيه فيما اشار المركز الفلسطيني للاعلام الى ان سماع اصوات اطلاق نار وانفجارات غربي المدينه مضيفا ان قوات الاحتلال اطلقت النار في منطقه صوفا شرقي رفح بجنوب القطاع واشارت الفصائل الفلسطينيه في بيان عاجل وبيان مشترك ايضا الى متابعتها انتهاكات الاحتلال للهدنه للهدنه المؤقته داعيه الى الزام الاحتلال بوقفها. الى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن هناك ثلاث مستشفيات فقط عاملة في قطاع غزة وهي غير قادرة على التعامل مع الاحتياجات الملحة وطلب القدرة بالضغط على الاحتلال لإدخال المستعدات الطبية إلى شمال القطاع فضلا عن ارسال الجرحى جراء العدو الإسرائيلي إلى خارج القطاع لتلقي الرعاية الطبية اللازمة طلب عاجل من كتائب القسام لوسطاء الهدنة قال أبو عبيدة المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام عز الدين الزرع العسكري لحركة حماس أن شمال قطاع غزة شهد اختراقا للهدنة من قبل القوات الإسرائيلية ما استلزم مواجهته من قبل عناصر الحركة وأضاف أبو عبيدة أنه نتيجة لخلق واضح من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق التهدئة شمال قطاع غزة اليوم حدث احتكاك ميداني وتعامل عناصر القسام مع هذا الخرق الإسرائيلي للهدنة وأكد الناطق باسم كتاب القسام على التزامهم بالهدنة شريطة التزام القوات الإسرائيلية بالتهدئة دعينا الوسطاء للضغط على الاحتلال الاسرائيلي وأوضحت حركة حماس في بيان صادر عن مكتب اعلام الاسرة النص على ان ما اعلنه الاحتلال اليوم عن اضافة 50 اسيرة فلسطينية في سجونه الى قائمة الأسرى السابقة التي اعلن عنها في بداية الحديث عن اتفاق التهدية الانسانية في غزة وهي قائمة مقترحة للتفاوض حولها خلال الساعات القادمة مع تمديد اتفاق التهدية الانسانية يومين اضافيين بعد خرق واضح للهدنة ابو عبيدة ملتزمين بالهدنة ما التزم أعلن الناطق العسكري باسم كتاب القسام أبو عبيدة في بيان أن قوات الاحتلال أقدمت على خرق واضح للاتفاق الهدنة شمال قطاع غزة اليوم ما استدعى تدخل مقاومي القسام ولفت أبو عبيدة لأن المقاومين تعاملوا مع خرق العدو وحصل احتكاك ميداني ضمن خطوط الهدنة المتفق عليها وأكد أبو عبيدة أن القسام ملتزمون بالهدنة طالما التزم بها العدو دعانا الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام ببنود الهدنة على الأرض وأيضا في الأجواء وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت منذ قليل أنه بعد الوقت أنه تم اليوم تفجير ثلاث عبوات ناسفة في شمال قطاع غزة في حادثين منفصلين وقد أدى ذلك إلى إصابة عدد من جنود الاحتلال أبو عبيدة الجيش الإسرائيلي خرق بنود الهدنة وحدث احتكاك بينه وبين كتاب القسام شمال غزة كشف أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتاب القسام أن الجيش الإسرائيلي خرق بنود الهدنة في شمال قطاع غزة صفر على اشتباكات بين الجانبين وعلى أبو عبيدة في بيانات تنقلات وسائل الإعلام أنه نتيجة لخرق واضح من قبل العدو لاتفاق التهدئة في شمال قطاع غزة اليوم حدث احتكاك ميداني وأشار المتحدث إلى أن مقاتلي القسام تعاملوا مع الخرق الإسرائيلي شمال قطاع اليوم بنجاح مؤكدا من جانبنا نحن ملتزمون بالهدنة طالما العدو ملتزم بيها وده أبو عبيدة الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكف بنود الهدنة بعد خرق واضح للهدنة أبو عبيدة ملتزمون بالهدنة ملتزم بها العدو أعلن الناطق العسكري باسم كتاب القسام أبو عبيدة في بيان أن قوات الاحتلال أقدمت على خرق واضح للاتفاق الهدنة شمال قطاع غزة اليوم ما استدعى تدخل مقاومي القسام ولفت أبو عبيدة لأن المقاومين تعاملوا مع خرق العدو وحصل احتكاك ميداني ضمن خطوط الهدنة المتفق عليها وأكد أبو عبيدة أن القسام ملتزمون بالهدنة طالما التزم بها العدو دعينا الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام ببنود الهدنة على الأرض والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة باراكم في التعليقات ما هو سبب ما يحدث في الفترة الأخيرة من الأحداث في مصر؟ لا تنسوا أن تشاركوا بارائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي كل جديد بنقدمه أول بأول وقبل ما ننهي الفيديو كالعاده ما تنسوش الصلاه على النبي